دي اسمها 3D كومبي، دي أحدث إكس راي أو أحدث أشعة، فبالتالي هتديني تشخيص بيرفكت. مثلاً يعني هنا أقدر أشوف الإسكالة عاملة إزاي، السنان بالعظم بالجمجمة بالتسوسات بالخراج بكل حاجة. مثلاً لو بصيتوا الناحية دي أنا عندي هنا فراغ، طب الفراغ ده إحنا محتاجين نعمل مكانه زراعة أسنان. ينفع لو شفت صورة بانوراما كده أحدد ينفع نعمل زراعة ولا لأ؟ لا ما ينفعش. أجيب الويندو ده الشباك اللي إحنا شايفينه ده وأحطه على الفراغ اللي أنا بفكر أعمل فيه زراعة، الإيمبلانت. طب أعرف العظم ينفع ولا ما ينفعش؟ لو جبت الويندو ده كده هنا يجيب لي قطاع العظم، يقدر يقول لي أقدر أعمل إيمبلانت بيرفكت ولا لأ بالملي. طب أقيس العظم إزاي؟ كده بالظبط، هعمل كده، هعمل كده، هعمل كده. بصوا بصوا بصوا، جاب لي طول العظم. لا ده كتبهولي كمان طول العظم، انا عندي هايت اوف بون، عندي ارتفاع عظم 10 ملي تقريبا، which is perfect for implant، اقدر اعمل زراعه. بس كده، بس كده عرفت الطول. طيب طب هو انا بس يكفيني ان انا اعرف طول العظم ولا لازم اعرف كمان العرض؟ كده اقدر اشوف الود اهو، هجيب كده وهعمل كده بلون تاني بقى خالص. جاب لي كمان العرض، ده انا عندي عرض عظم 15 ملي which is perfect for implants. كده انا بحدد بالظبط هقدر اعمل زراعه ولا لا، وطول الزرعه بتاعتي قد ايه، والديامتر او قطرها كمان قد ايه. لكن ما ينفعش نعمل زراعه بطريقه عشوائيه، ما ينفعش نعمل زراعه غير لما نعمل 3D compi. Thank you.